اليوم اختتمت دورة أبريل بمجلس المستشارين بعد اختتام هذه الدورة على مستوى مجلس النواب الأسبوع الماضي، وبذلك تختتم هذه الدورة وبالتالي اختتام السنة التشريعية التي بدأت في أكتوبر 2018. هذه الدورة كانت غنية على مستوى مجلس المستشارين، ودليل اليوم عندنا حوالي 7 نصوص تمت المصادقة عليها، تتعلق أولا ب3 نصوص جد مهمة تهم الأراضي السلالية على مستوى تحديدها، تحديد نظام الوصايات، كيفية استثمارها، إقرار مبدأ المساواة بين النساء والرجال على مستوى الاستفادة منها في إطار تحديد من هم ذوي الحقوق، أيضا ما يتعلق بالمشروع الوطني الطموح الذي أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله المتعلق بتمليك الأراضي الواقعة في دوائر الري. هنالك أيضا قانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي والذي اليوم تمت المصادقة عليه، وأيضا هنالك مشروع قانون يتعلق بالالتزامات والعقود، بتعديل قانون الالتزامات والعقود في إطار تقوية قدرة بلادنا على مكافحة الاستيلاء على أملاك الغير، وأيضا مقترح قانون خاص بالمسطرة المدنية. هنالك أيضا القانون التنظيمي الخاص بالتعيينات والذي تمت أيضا المصادقة عليه اليوم تعديله بإضافة مؤسسات جديدة والأخذ بعين الاعتبار عدد من المستجدات التي طالت قوانين بعض المؤسسات العمومية. الدورة تختتم اليوم، وهنا في البرنامج التشريعي بقيت حوالي 37 مشروع قانون، ضمنها 17 القانون هنا على مستوى مجلس المستشارين، 10 منها قوانين تمت المصادقة عليها على مستوى مجلس النواب. ولهذا نأمل أنه قبل انطلاق دورة أكتوبر المقبلة أن تقع مدرسة هذه المشاريع القوانين حتى تكون جاهزة للمصادقة في الدورة المقبلة. ما هي القراءة السياسية ديال حزب التصويت ديال حزب الاستقلال؟ حزب الاستقلال كان موضوعيا عندما لاحظ عدة إيجابيات ولاحظ هناك سلبيات، فالتعديل الذي جاء به حزب الاستقلال إلغاء التعاقد، فرض المجانية، فرض التدرج اللغوي، العناية باللغة العربية واللغة الأمازيغية كلغتين أساسيتين دستوريتين للبلاد.